كلهم شو؟ مش شايف زين. كلهم موجودين يا شيخ العرب. العمر ما حيستناش حد يا ولدي. اسماعيل قاعد؟ جبالك على طول يا ابويا. قصة حتة من كفني ولد زنوها في المنام. مرحبا يا اسماعيل. مرحبا يا شيخ العرب. كيفك يا عمي؟ مليح وعتنفس يا ولدي. مليح. دلوقتي احنا لينا في الارض دي كتير، كذا جد وكذا 100 سنة. بولس ما جاش ليه؟ بولس على يمينك يا ابو، طول عمرنا كبار والهمامية كبار الكل، بالرضا والاصول والكلمة الحلوة والعصاية والضرب بالبراكيم. جدكم سيبك خلف همام، وهمام خلف ريان، وريان خلف عمر، واسمه عمر خلف همام، وهمام خلف محمد، ومحمد خلف ابوي احمد، وابوي خلفني وانا خلفت همام. يعني لو قعدنا نقرا فواتح لجدودنا الاموات هنقعد لغاية بكرة، يعني ما فيش أأصل من كده. فهمتوا؟ الحكاية مش حكاية مين خلف مين، راسين على الكلام، محدش ينطق ولا يرد. ما عنديش نفس الكلام. بصروا هوارة في كل حتة، بحري وقبلي وشرقة وغربة، في ولاد علي، في البلبيش، والسماعنا، الفضيلات عشان نروح النهارده قبل العشاء، والوشوشات وبرديس وكتير، والهماميه احنا كبار هوار، وانا كبيركم وانا حموت. بعد الشر عليك، ربنا يجعل يومنا قبل يومك. لا، يومي قبل يومكم عارف، ما فيش للاجل حجاز ولا للمعاد تاجيل، كل روح ولها مقابلة. ربنا يديك طولة العمر يا عمي. طولة العمر؟ كلهم عايزين روحي تطلع دلوك. بعد الشر عليك يا ابويا. المهم انا حموت وما عنديش غير همام وولدي سلام. سلام على الله بركة بيتي وفانوس عمري القايد، وهمام ولد الكبير واخوي وشريكي وعصايتي اللي هتعكز عليها من دلوك فوق راسكم كلكم لحد ما يسلمها لولده. ولده؟ ولده مين؟ ولدي مين يا ابوي؟ ما عنديش عيال. ولدك قلت ما عندكش، بس هيبقى عندك العصايه اهي الهمام، والختم الهمام، والشوره والكلمه بيني وبينه هو وبس، وكلمته تمشي علي وعليكم. حد هيقول لي كلامي لا؟ زين، اللي عنده كلمة تانية يقولها يقوم من قدامي ويروح. حد قام منهم؟ لا يا ابوي. بولس ما جاش ليه؟ أنا هنا يا عم الشيخ يوسف. معاك ورق الطين والالتزام؟ أيوه معاي. اقراها على ولدي وعلى عيال أخوي وعلى الهمامية كلهم عشان يعرفوا ملكنا إيه. التزام الأجل المحترم الشيخ يوسف همام الهواري، التزام سيوط وتوابعها، التزام أبو تيش، التزام ابو مشروفه والنخيله وطوابعها، وفاول كبرى وطحته وطوابعها، وشندويل وشرقه خميم ومنشاته خميم وبرديس وفرشوط وطوابعها، وهو وباشوره وطوابعها، وخلجان وجنا وطمع وطوابعها،
سمعتوا بزين؟ اكتب ورقة يا بولس واختمها وبعتها للقلعة، ومعها هدية مفادها بعد السلام ضم ختمي لختم الفقير همام. عدى عنده كلام؟ ولد أخوك عم الشيخ يوسف. مين أنت؟ عيسى ولد أخوك المرحوم هاشم. لا متربي يا عيسى، خلي كبيرك يرد عليك. اقطع ديله. ولاد عمي ليهم كل حاجة واللي عاوزينه، لكن من داخل ختمي وختم أبوي. الأرض لنا كلنا، لكن الصرفة لي أنا وأبوي بس. سمعت؟ سمعت يا شيخ همام. زين سيبوني مع ولدي، واللي عايز حاجة يرجع لهمام ودعوا لنا بحسن الختام. همامية كل واحد يحب على يد الكبير قبل ما يمشي. مالك مكتوم ليه؟ يعني ايه اديها الولد؟ ابلع لسانك يا عيسى، قول عمرها في بيتهم وما طلعتش. تطلع الدور ده ما دام ولده ما خلفش. اخشع يا عيسى واقطع الحديث. طبعا ما انت نسيبه وفضله. والله لولا انك والد عمي ما كنت تروح على رجليك غور من وشي. ماشي ماشي يا اسماعيل هغور. ريحوني ريحوني الله يريحكم. على مهله. هات رجلك يا سلام. خد يا قلبي سلام. جامع اطلع ورد الباب. حاضر يا سيدي. حاسس اني حموت يا همام. بعد الشر عليك يا بول، احنا تجوزوك. تجوزونا انا؟ عشنا قد ما حليلنا وكلنا وشربنا وجوزنا كذا مره لحد ما عجزنا. كفايه شيل وحط، ننزل تحت الارض بكرامتنا. حبيبي يا شيخ يوسف حبتك العافية يا سلام. تزعل على أبوك يا سلام؟ لو أنت مت أزعل جو في الأول وبعدين أفرح وأقول يا رب. اسمع يا همام، راضي اللي نشانا من عدم إن ما خلفش غيرك أنت وغير أخوك، والليلة دي حلمت اني مت وكفن جسر يا ولدي. بعد الشر عليك يا ابوي، دي حلم مش كل حلم يتفسر. انت بس لقيت تعشيت عشوه تقيله. تفسر عندي انا خلاص. استنى اما تعدل. ما يقصرش الكفن غير قله الدريه. دريت ايه يا ابوي؟ ما انا اهو سلمه. ايوه انت اهو وسلمه اهو، وبعدين الموت وقفني عند الباب وانا مش طالع له ولا مقابله الا بعد ما اطمني على كفني. تتجوز وتخلف يا ابوي. ما انا متجوز. متجوز حيطه صد ملهاش نقب تليس من غير غله. رضت ربنا. رضت ربنا ولا حكم المراه؟ هتجوز وانا في الستين. ولو فاضل لك يوم في عمرك بالامر يا همام. وصالحة يا ابوي انا معهدة. صالحة تتحرق مش بنت اخوي؟ لكن تتحرق الارض البور تتحرق. احنا لسه هنقول يا جلع. انا هوتك كتير. العمر ما بيستناش حد. اقول لك كفني جسر يا همام. يا ابوي يا ابوي انا من يوم ما خدتها وانا معاهدها ما اتجوزت عليها. ليه متجوز مين؟
اتجوزوا صوم 3 ايام قال مهدي هتخلف طوعي على اخر اتجوز يا همام وما تزعلش ابوك. اتجوز دلوقتي في السجن دي كيف؟ لا عيب ولا حرام، وقسما بالله يمين على يمينك لمرتك لا تكون متجوز يا همام عيلة وتكون امها جابت ولاد في بحر اسبوع، وبعد اسبوع ب9 اشهر تاجي شايل الواد على بعضك يا ابوي. لابوك ولامك ليه؟ ليه عاوز تقطع جدري ليه؟ استحملتك كتير وما فيش في العمر فضار، والف كلب لئيم مستني يفرح. روح روح خلص خلص حالك مع مرتك، وقدامك قدامك اسبوع قدامك اسبوع. حاضر روح روح يا همام روح. فليني يا سلام فليني.